السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح نشرح إنه شلون نستخرج قيمة المود السالب مع طلاب. الطريقة راح تكون كالآتي: إنه هذا الرقم الكبير تجيبه هنا وتظل تزيد من عنده هذا الرقم، زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة لحد ما يتحول هذا الرقم إلى موجب. أول رقم موجب من يتحول إلى رقم موجب معناها انه هو نتيجة المود. يعني معناها هسه هذا سالب 10 زائد 3 جد راح يصير سالب 7، نو بزيد 3 جد راح يصير سالب 4، نو بزيد 3 جد راح يصير سالب 1، نو بزيد 3 جد راح يصير 2. فاذا الجواب مالتي 2، تمام. اما اذا انطاك رقم كبير صراحة تقول محمد انا ظل ازيد، لا بعض طلاب شو تجي تسوي؟ تقول يا بسالب 4 7 تمام زائد 18 تمام، وظل تزيد زائد 18 تمام يساوي، شوفوا لحد ما يطلع لك النتيجة النهائية. شوف توصلنا، شوف هسه صار 7، فالجواب مالته صار 7. هسه فهمت الطريقة؟ أعيد: تجيب سالب 4 0 7 شنو زائد 18، دائما زائد هذا الرقم تمام، هذا الرقم من هنا تمام، راح تعطيه يساوي، راح يطلع لك نتيجة تمام. هاي النتيجة شو تسوي لها؟ باع هاي النتيجة مرة الأخرى تسوي لها زائد 18، راح يطلع لك زائد 18، فظل تدوس يساوي لحد ما النتيجة راح شنو؟ راح تتحول إلى موجب. بمعنى أنا ظليت أزيد على زائد 18 لحد ما طلعت لي النتيجة. هاي طريقة إنه شلون ألقي المواد السالب.